مساء الخير يا مرحبا. مزاج جديد شفروليه بيكاب ولا حوب وارد امريكا عليه لوحات سعوديه موديل 86 ماكينه 305 8 سلندر كير اوتوماتيك الصبغ مجدد الممشى صحيح قرب الممشى في تقرير يسمى تقرير الكارفاكس هذا تقرير الكارفاكس وريهم التقرير وريهم الممشى 44462 موديل 86 الصبغ مجدد الالوان جميله لون احمر ولون بيج الالوان المتعارف عليها راح ينزل مزاد عندنا لمده 3 ايام راح نحط لكم التفاصيل في الرابط نفسه الصفقه .sa ولا في الانستغرام صفقه underscore auction وريهم الكرومات في جميع مزاداتنا نفحص السياره يوجد لدينا رافعه نعمل تقرير فحص من بعض الملاحظات اللي هنا في الكبوت البونيت هذه الطقات اللي هنا مزادنا الكتروني لكن اذا رغبت تعاين السياره على الطبيعه مقرنا في جده تاخذ موعد مع المكتب مع الاخوان وتشوف السياره على الطبيعه في حال انت دافع عربون طبعا العربون دائما نذكر يا اخوان مستعد في حال لم يتم الشراء تعال هنا هذه بعض الملاحظات اللي هنا زي ما انتم شايفين احمر وبيج موتر نظيف ما شاء الله تبارك الله الصبغ مجدد الصدام الخلفي راح ينزل مزاد لمدة 3 أيام قدر الكرد من الصدام وريهم الصدام بالكامل مثل ما شرحنا لكم يا أخوان أسبوعيا نستقبل طلبات المزاد تبغى تعرض سيارتك للمزاد تواصل معنا ومع الأرقام أرسل صور السيارة والسعر المطلوب حنا ندرس السيارة ونرد عليك في نفس اليوم إذا حاب تسجل سيارتك معنا في المزاد وريهم الجهة هذه في التصوير لو ترجع يا فيصل ورا شوية ممكن اتضح لكم هذا اللون افتح شوية من اللون اللي هنا الغامق البيج بس الموتر مجدد بالكامل وموتر جميل شوف الداخلية الداخلية لون بيج طبلون لون بني تركسون يجد مشاكل نشغل لكم السيارة الآن دقيقة خلني أوريهم الطبلون كامل على أساس الكل يشوف لا في شيء مخبى ولا شيء أوريهم الطبلون من هنا أيوه موديل 86 يا أخوان نشغل الموتر الآن وهذا الممشى 44957 الراديو شغال مكيف شغال يحتاج له فريون دفع الهواء تمام وكل شيء نوريكم طبعا هندل قزاز هندل زي ما انتم شايفين نكمل من هنا علاماته موجودة الكمبروسر الثلاجة الماكينة موتر ما شاء الله تبارك الله جاهز للاستخدام جاهز للبيع والتصدير كذلك هنا الكبوت او ما يسمى البونيت المراية نقفل طيب الآن أوريكم من أسفل الشفر موديل 86 أوريكم تحت الماكينة تحت الجير إذا في تهريبات أولا نبدأ من هنا تعال عندي هنا
وريهم الكاميرا، حطوا الكاميرا هنا. الموتر بالكامل مرشوش بعازل ضد الصدى، انتم شايفين لا يوجد تهريبات، ماكينة كارتير. وريهم هنا، حاول تبتعد شوية، أيوة وريهم، قرب. البدي جميل من أسفل، الفلور الأرضية، الشاصي لا في قص لا في ضرب لا في لحام. تعال هنا شوف، هذا اللي يقول لك الصد السطحي، شوف كيف، بس الشاصي سليم، ما في قص ما في لحام ما في تعديل. وريهم الأرضية من هنا، وريهم من الجهة الثانية. هذا الفلور الأرضية، الحوض هذا، وهنا الكاب، لا يوجد مشاكل ولله الحمد. تانكي عندكم أحمد، ادخل أوريهم في شيء معين تبغى توضحه؟ لا عندهم ما شاء الله، عندكم كذلك الدفرنس برضو سليم، ما انفك ما توطب ما نزل. عندكم العضلات الخلفية، مساعدات الخلفية، كل هذا. عندك الموتر من تحت مرشوش يا عازل صدى اللي هو البويد الأسود. حلو تمام، شوف الرفارف من هنا، وريها الرفارف من هنا، الرفارف الداخلية سليمة، الداخلية هذه هي، شوفها هذا الودي حق السيارة، انتم شايفين لا يوجد تهريبات والله الحمد. اريكم الجهة هذه، هذا اسفل السيارة من هنا، في بعض الملاحظات في الصبغ زي ما انتم شايفين هنا، هذه ملاحظات في الصبغ، لكن غير ذلك لا يوجد مشاكل. نوريكم أسفل السيارة من هنا، ككرومات من هنا جميلة، يحتاج بس غسيل. الرفارف من جوا لا يوجد مشاكل. نكمل لكم الآن التصوير. موضح جميع الملاحظات.